بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا الكرام، حديثنا اليوم حول الانتخابات التركية التي جرت أول أمس في 14 من مايو. هذه الانتخابات التي كانت وفق كثير من المحللين هي تعبير ودليل جديد على نضج الديمقراطية التركية. خلال الفترة الماضية تعرضت الديمقراطية التركية في الداخل والخارج لانتقادات كثيرة، كما زعمت هذه الصحف والمجلات أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقرر كل شيء في تركيا بمفرده، وأنه غير منفتح على النقد الذي بات أمرا غير مسموح به في كل من وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية كما تزعم هذه الصحف. السؤال هنا، ما مدى صحة هذه الادعاءات؟ وهل النظام السياسي في تركيا بعيد عن تلبية متطلبات العملية الديمقراطية؟ هل هناك حقيقة ديكتاتورية في تركيا؟ بالنظر إلى القضية انطلاقا من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت أول أمس في 14 من مايو 2023، بات من الواضح أن الوضع ليس تماما كما تزعم هذه الصحف والمجلات، حيث شهدت كافة أرجاء تركيا مشاركة عالية في الانتخابات إذا ما قورنت بالديمقراطيات في الدول الغربية. انتخابات أول أمس في تركيا الرئاسية والبرلمانية تميزت بنسبة المشاركة الشعبية العالية التي تجاوزت حد 88%. هذه النسبة تعتبر مرتفعة جدا، ومرتفعة بما يكفي لتعبر عن تجذر الوعي الديمقراطي في هذا البلد العظيم. شأنها بذلك شأن الديمقراطيات الموجودة في دول مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. بداية لابد من الإشارة إلى أن تركيا تعتبر من البلدان القادرة على إجراء انتخابات ناجحة، ويمكننا في هذا الصدد مقارنتها على سبيل المثال بالديمقراطية الأمريكية. لا يستطيع الناخبون في الولايات المتحدة الأمريكية انتخاب الرئيس بصورة مباشرة. هذا الوضع يمكن اعتباره طبيعيا بالنظر إلى نشأة نظام الانتخابات الأمريكي، لكن نستطيع أن نقول أن هذا النظام لا يزال يحمل في جنباته مجموعة من الإشكاليات التي قد تعكر الديمقراطية الأمريكية. من أبرز تلك المشاكل وهي أن المرشح الذي قد يفوز بالرئاسة قد يكون في بعض الحالات قد حصل على نسبة أقل في عدد الأصوات من منافسه، وهذا ما حدث في السباق الانتخابي بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية في العام 2016. فعلى الرغم من حصول كلينتون على 3 ملايين صوت أكثر من ترامب، إلا أنها تمكنت من الفوز ب 227 مندوبا فقط مقابل 304 مندوب عن ترامب في الدائرة الانتخابية الثانية، وخسرت بذلك الانتخابات الرئاسية. أما في تركيا فإن هذا النظام يعمل بشكل أفضل، والمرشح الذي يحصل على أغلبية أصوات الناخبين هو الذي سينتخب رئيسا. وبالمثل بينما تجرى الانتخابات الأمريكية بإشراف ورقابة إدارة الانتخابات، أيضا تجرى الانتخابات في تركيا بإشراف ورقابة القضاء الذي يعتبر ضامنا لموثوقية الانتخابات. ماذا نعني عندما نقول موثوقية الانتخابات؟ في ظل هذه الظروف التي تمر بها تركيا والتي يعرفها القاصي والداني، جرت انتخابات 14 مايو 2023، وكان القضاء هو الفاعل الرئيسي في
في مراقبة الانتخابات. تبدأ مسألة موثوقية الانتخابات في لجان صناديق الاقتراع التي تتكون كل منها من 7 مراقبين منتدبين عن الأحزاب 5 التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات السابقة. وبالمثل تضم اللجان المشار إليها أيضا مراقبين عن الأحزاب السياسية في مجالس انتخابات الدوائر ومجالس انتخابات الولايات. إضافة إلى ما سبق، يضم المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، والذي يترأس سلسلة الأجهزة القضائية التي تجري الانتخابات وتتمتع بتفويض المحكمة العليا، ممثلون عن الأحزاب السياسية. جميع هذه اللجان والأعضاء يتابعون المناقشات وسير العملية الانتخابية خطوة خطوة دون أن يحق لهم المشاركة في عملية التصويت. هكذا تسير العملية الانتخابية في تركيا، وهذا هو النظام الانتخابي المتبع. إذن الانتخابات في تركيا هي انتخابات حرة وتنافسية، لأن مسارات الانتخابات في تركيا أظهرت بشكل واضح أن الانتخابات تجرى في أجواء حرة وتنافسية كشرط أساسي للممارسة الديمقراطية. وعلى الرغم من التعليقات المتناقضة التي يجري ضخها في الداخل والخارج، وقبل كل شيء لا بد من الإشارة إلى انتشار ثقافة تأسيس الأحزاب السياسية في تركيا، التي يتنافس فيها أكثر من 100 حزب سياسي. في الانتخابات الحالية شارك 24 حزبا في الاقتراع وأيضا في السباق الانتخابي، فيما ضمت التحالفات في الانتخابات حوالي 35 حزبا. يمكن اعتبار هذا الرقم رقم قياسي إذا ما قورنا بالعديد من الديمقراطيات في الاتحاد الأوروبي. أيضا عملت هذه الأحزاب ونشطت في العملية السياسية بحرية تامة قبل إجراء الانتخابات، ونظمت أنشطتها للدعاية الانتخابية دون أي عوائق. بعبارة أخرى، يمكن القول لم يكن هناك أي عائق أمام حرية التعبير خلال العملية الانتخابية. كان لجميع الأحزاب السياسية تقريبا مؤيدوها في وسائل الإعلام، ولكل حزب سياسي جهاز إعلامي واحد على الأقل. وتمكنت هذه الأحزاب من انتقاد السلطة والمطالبة بأصوات الناخبين بشكل ديمقراطي. إذن نحن نتحدث عن الديمقراطية التركية. الديمقراطية التركية تعني أن الشارع التركي والجمهور التركي كله مندمج في العملية الديمقراطية. هذا الجمهور أبدى اهتماما كبيرا بالانتخابات، وتشكلت طوابير طويلة أمام القاعات التي ضمت صناديق الاقتراع. انتظر بعض الناخبين لساعات دورهم للمشاركة في عملية التصويت. استمرت هذه العملية من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 مساء. إذن اهتمام الشارع التركي بالانتخابات يمكن تفسيره أولا وقبل كل شيء على أنه إدراك ووعي جمعي لدى الأمة التركية، وإحساس عظيم بفعالية هذه العملية وبتأثيرها على شتى مجالات الحياة في داخل تركيا وخارجها. العامل الآخر وراء الاهتمام بالانتخابات هو أن الناخب التركي يعتقد أن البلاد تمر بمرحلة حرجة، وهذا الإحساس شكل دافعا للناخب التركي من أجل الذهاب إلى صناديق الاقتراع، خاصة وأن هذا الناخب التركي في الواقع يولي أهمية كبيرة للقضايا الوطنية
ومنفتح على تلقي التوجيهات من قادة الأحزاب السياسية فيما يجب عليه فعله تجاه الشؤون الوطنية. أيضا هناك سبب آخر لارتفاع نسبة التصويت، هو الشعور بضرورة رد الجميل للرئيس رجب طيب أردوغان الذي وصل إلى السلطة وعمل في ظل ظروف صعبة وأظهر أداء يمكن اعتباره بأنه أداء استثنائي من أجل تمهيد الطريق أمام تركيا لتغدو دولة حرة ومكتفية ذاتيا. هذا إلى جانب الجهود التي بذلها قطاع الصناعات الدفاعية المحلية وقيادته لتركيا في المحافل الدولية ودوره في بناء استثمارات تنموية كبيرة وبذله للجهود لحماية الديمقراطية التركية وأيضا محاربة التنظيمات الإرهابية المعادية للإنسانية مثل بيكاكا وفتح الله غولن اللتان تعملان كبيادق بيد قوى غربية. الديمقراطية التركية في 14 مايو 2023 قدمت اختبارا جيدا ونجحت مع مرتبة الشرف عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت أقل ما يقال عنها بأنها معركة ديمقراطية حامية الوطيس، وفي نفس الوقت تمتعت بأقصى درجات النزاهة والشفافية. وهذه الملحمة الوطنية التي تتميز بالنزاهة والتنافسية هي تعتبر تحمل الصفات الأساسية للعملية الديمقراطية. لهذا السبب نستطيع القول بأن تركيا تستحق أن تفخر بنظامها الديمقراطي والانتخابي الذي يعتبر نموذجاً يحتذى به حول العالم. شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.